درجة الحرارة لليوم في الطقس كيفاش باش تكون تتويت في الميتيو؟ كما العادة وللأسف باش نقعد كل يوم في نفس درجة الحرارة وحتى أكثر. اليوم نحكيه على طقس حار من المتوقع يكون الحقيقة قليل السحب بأغلب المناطق مع ظهور خلية رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالشمال الغربي بعد الظهر. هذه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة القصوى بين 35 و 39 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وبين 40 و 45 درجة ببقية المناطق كما توصل كذلك إلى 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للرياح اليوم الرياح تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب بعد الظهر. بالنسبة للناس اليوم تسأل على البحر اسكو ملائم وإلى لا اليوم البحر قليل الاضطراب ومتموج بالسواحل الشرقية. من المتوقع الأسبوع القادم هناك انخفاض طفيف في درجة الحرارة مقارنة بالأسبوع هذية. تحاولوا ديما تردوا بيكم على صحتكم، تشربوا كمية بية من المياه وبتخرجوش في أوقات الذروة إن شاء الله بيحمينا. الناس الكل هذا طقسنا لليوم كيفاش باش يكون. شوي اخر ننطلقوا مع اولى مواضيعنا الصحيه بطبيعه. نبداو اليوم نحكيو على ضربه الشمس شنو هي علاماتها، شنو تاثيرها، اسكو يوجعك راسك ولا تقعد هكا نهايرين ثلاث ايام مزنزن، هذيك اللي تسمى ضربه الشمس ولا لا، كيفاش زاده تتخلصوا من لي سامبتوم هذوما اللي يقلقوا برشا الكبار والصغار وقت اللي يمشيوا للبحر ولا وقت اللي يقعدوا مده باهيه في الشمس. هذين نعرفوه بعد شويه، خليكم معنا بغونشي على كابا فاما. Cap Weekend.